المؤمنون الموالون اتباعا لمنهج النبي كانوا يتختمون باليمين، والآخرون خلافا لله وخلافا لرسول الله وخلافا لأمير المؤمنين كانوا يتختمون بالشمال. هذه علامة واضحة. الإمام يقول في مجمع: إنا أمرناكم بالتختم باليمين، هكذا أمرناكم من قبل، ولكن الآن نأمركم. هذا الكلام كما يقول الرواة كان في عام 260 هجرية، يعني في السنة التي استشهد فيها الإمام العسكري. الآن نأمركم بالتختم بالشمال، ليش؟ فإنه من أدل الدليل عليكم. يشوفوكم أنتم متختمين باليمين، يعرفون أنكم موالون لأهل البيت، يأخذوكم يقتلوكم. الذي يتختم باليمين جزاؤه القتل، جزاؤه السجن، جزاؤه التعذيب. هذا جزاء من يقتدي برسول الله. هذه الرواية تبين لنا جانبا من الظروف التي عاشها الإمام وعاشها الشيعة آنذاك. الرواية الثانية، ينقل هذه الرواية أحد الرواة، يقول: جئنا مع فلان الحلبي إلى مدينة السامراء. الإمام جلب إلى مدينة السامراء، الإمام هو كان في المدينة، ولكنه الإمام الهادي صلوات الله عليه مع أبيه جلب بالقهر إلى سامراء حتى يكونون تحت نظر الحاكم في مدينة العسكر، يعني مثل ثكنة عسكرية، مثل مدينة العسكر. الإمام جلبوه إلى هنا في وسط العسكر وتحت نظر الحاكم. يقول الراوي: جئت أنا وفلان الحلبي إلى سامراء، وأخذنا نترصد خروج الإمام صلوات الله عليه، فخرج. يبدو كان يوم معين أو وقت معين الإمام كان يطلع. يقول: فخرج إلينا توقيعه، توقيع الإمام العسكري. يقول الإمام في هذا التوقيع: إذا خرجت فلا تسلموا علي، لا تسلمون علي. يعني في ذلك الظرف أحد الموالين لأهل البيت ما كان يتمكن يسلم على الإمام، اللي السلام حق لكل مسلم، أي واحد مسلم شفتوه بالطريق سلموا عليه، هذا حق له من حقوقه. ولكن إمام من أئمة أهل البيت، إمام معصوم، واحد ما يتمكن يسلم عليه، ولا يشر إلي بيده، يعني حتى إشارة، واحد يشير للثاني مع الثاني يقول هذا هو الإمام، ولا يشر إلي بيده، ولا يومئ إلي. الإيماء الظاهر يعني الإشارة بالرأس أو بالعين، واحد مو بإيده، حتى برأسه أو بعينه لا يشر أن هذا هو الإمام.
فإنكم، لاحظوا التعليل، لا تأمنون على أنفسكم. إذا واحد سلم على الإمام أو أشار بيده إلى الإمام أو أومأ بعينه إلى الإمام، واحد من الجنود في تلك السكنة العسكرية مدينة سامراء، إذا شاف لا يأمن على نفسه، يعني يمكن يأخذوه يقتلوه، أنه ليش أشرت إلى هذا الإمام؟